ما زال موضوع الساعة هو موضوع القبض على الناشط القبطي رامي كامل، واللي هيئة الدفاع في الأيام القليلة الماضية تنفي تلقي تمويل خارجي. وكنا عرضنا ملخص لهذا البيان في الحلقة الماضية عن فريق هيئة الدفاع، عن رامي كامل الناشط السياسي ورئيس مؤسسة ماسبيرو، أصدروا بيانا توضيحيا لموقفه القانوني وما تم في التحقيقات الأخيرة في القضية 1475 لعام 2019 حصر أمن دولة. قالت هيئة الدفاع أنه يتداول البعض أخبار ومعلومات مغلوطة، ومنها أن نيابة أمن الدولة قد واجهت موكلنا بمجموعة من الإيصالات لتحويلات من الخارج إلى موكلنا، يعني اتهموه بتلقي تحويلات من الخارج، وهذا الأمر غير صحيح شكلا وموضوعا. اتكلم بعدها هيئة الدفاع وقال أن ما شهدته جلسة التحقيق الماضية في يوم 2 ديسمبر 2019 أمام نيابة أمن الدولة، تقدم خلالها موكلنا بطلب إلى وكيل النائب العام والمختص بالتحقيق بأنه يرغب أن يطلع على عدد من الإيصالات البريدية المنسوبة إليه، والتي تفيد أن السيد رامي كامل قام هو بتحويل بعض المبالغ لآخرين وليست من الخارج. هيئة الدفاع أكدت أن هذا الطلب تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير لكونها لا تخص ولا يعلم عنها أي شيء، وتم إثبات ذلك بمحضر التحقيق. طالبت هيئة الدفاع في نهاية بيانها بكافة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أخبار أو معلومات عن التحقيقات التي ما زالت مستمرة أمام جهة التحقيق، وتكرر أن جميع أعضاء هيئة الدفاع تواصل جهودها لإثبات بطلان الإجراءات، وستواصل عملها لحين خروج الموكل سالما لأهله وأحبابه. ده عن هيئة الدفاع. هنا ملخص الموضوع أنه يعني بقدم طعن بالتزوير على بعض من الإيصالات اللي بيقولوا أنه تلقى تحويلات من الخارج. على الجانب الآخر هيئة الدفاع ستعمل على جهودها لإثبات بطلان الإجراءات حتى أن يخرج سالما. كنا عرضنا أيضا تقرير من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اللي طالب بالإفراج الفوري عن رامي كامل الناشط الحقوقي، وهنا مركز القاهرة اللي طالب بالإفراج عن رامي، واتكلم عن ظروف القبض عليه وظروف استدعائه قبل عدة أيام من القبض عليه، وظروف أيضا القبض عليه قبل ما يسافر إلى منتدى الأمم المتحدة لشؤون الأقليات اللي أقيم في جنيف نوفمبر الماضي يوم 28 و29. وبيقول في هذا البيان أن نيابة أمن الدولة وجهت له اتهامات مزعومة بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وتجدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. طبعا يعني كل هذه التهم تهم مطاطة، ويعني كلنا عارفين إن ما كان رامي كامل ينشره على صفحته على الفيسبوك وغيره كانت بتبقى حقائق لما يحدث للأقباط داخل مصر، وبتبقى موثقة بفيديوهات أو صور ومن شهادات بأهل المشكلة. مركز القاهرة أيضا يخشى أنه تستمر هذه المحاكمة وحبسه لوقت طويل، وابتدأ التقرير يتكلم أيضا عن معلومات خلفية رامي كامل، وقال أنه مؤسس اتحاد ماسبيرو ومنسقه الأول. طبعا اتحاد ماسبيرو كلنا عارفين ايه سبب انشائها ونشاطها في مصر، وقال هذا التقرير ان رامي يهتم بشكل خاص برصد وتوثيق الانتهاكات المتعددة
التي يتعرض لها المسيحيون في مصر، بما في ذلك وقائع استهداف الكنائس، غلق بعضها بناء على رغبة المتشددين أو وفق الأوامر الأمنية، ويناهض علانية سياسات الجلسات العرفية والتهجير القسري كحلول أمنية للنزاعات الطائفية، فضلا عن انتقاده المستمر للقوانين المنظمة لشؤون الأقباط في مصر، خاصة القوانين المتعلقة ببناء الكنائس وتقنين أوضاعها. معنا على التليفون في هذا الشأن الأستاذ محفوظ ماكسيموس من أستراليا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. إحنا حضرتك كنت سبق ووعدت وقلت أن هناك سيكون أنشطة جديدة وتصعيد جديد لمطالب الإفراج عن رامي كامل، وبالفعل أنتوا المنظمة القبطية في الحركة القبطية في أستراليا نشرتوا بيان، ويعني حسيب لحضرتك تقول لنا إيه محتوى هذا البيان، اتفضل. البيان حضرتك بيشمل التهم اللي نسبت لرامي، الخمس نقط اللي هم نسبوهم، اللي هو joining terrorist organization او الانضمام لجماعه ارهابيه، تمويل جماعه ارهابيه، برضو اثاره الراي العام، ونشر اخبار كاذبه على الفيسبوك، والحاجات دي كلها بصراحه يعني احنا يعني اتفضل استاذ. سامعينك، اتفضل. سامعين. الخمس جرائم دول مش جداد، او الخمس اتهامات مش جداد يعني، دول نفس الخمسه بالظبط اللي اتهم بيهم خليل رزق، وفي نفس القضيه كمان، بيحصل نفس القضيه بالظبط. رامي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عملنا كنت كلمت حضرتك المره اللي فاتت، احنا دشنا كامبين وطالبنا فيها الحكومه المصريه بانهم يفرضوا على رامي، او يعني at the very least ان هم يطلعوا يقولوا لنا ايه تهمه رامي، ويكون في شفافيه في التحقيقات. الجديد اللي احنا بنعمله حاليا ان احنا عملنا بيان، البيان ده عباره عن نيوز ليتر بيتوزع لكل البرلمانيين والصحفيين، عرضنا فيه المشكله القائمه كلها وامتى اتقبض عليه وحيثيات القبض والمترتب عليه، وان ما فيش شفافيه خالص في التحقيقات، وطالبنا الحكومه المصريه ان ده البيست انترست للحكومه المصريه انها تخرج رامي، او تطلع تقول لنا رامي قضيته ايه بالظبط، واتمنى طبعا اتمنى ان الحكومه تدي مساحه للمحامين ترفع عليهم الضغط او الخوف، او يعني بحيث انهم يعرفوا يكلموا الناس. يعني لو انت سالت اهل رامي شخصيا هم يعرفوا ايه عن التهم الموجهه ليه او ايه اللي بيحصل مع رامي، اهل رامي بلا مبالغه هيقول لك احنا ما نعرفش حاجه. ايوه. يعني في تحفظ غريب. التصعيد اللي احنا طلبنا بيه، واحنا ما نتمناش نوصل بتصعيد، احنا مش في حاله عداء مع الحكومه ولا الحكومه ولا الاداره الامنيه في مصر، احنا بنشوفهم بمنتهى الحب ان رامي ده مواطن مصري، اطلعوا قولوا لنا تهمته ايه او افرجوا عنه، لان هتبقى مشكلتك كبيره جدا لو انت بتتكلم انك انت قابض عليه بس علشان هو راجل بيدير صفحته على الفيسبوك او بيندد بالاضطهاد القبطي او بيطالب بحقوق الاقليات. اعتقد ان ده شيء مشين جدا وعار جدا على الحكومه المصريه انها تحبس حد بسبب انه بيكتب او بيتكلم او بيطالب او بيناشد او بيجذب، يعني الموضوع صعب جدا. الخطوات او الكونسيكونسز اللي احنا بنرتب ليها طبعا احنا او الكوبتوك سوليداريتي في امريكا او التعاون اللي بيحصل ما بين الاثنين، ان في حاله عدم شفافيه او خروج رامي براءه او تبرئه رامي او طلوعه بنفكر في للاسف يعني، وده شيء احنا برضو ما كناش، دي مشكله الناس او مشكله الامن في مصر، لازم يبقى عارف ان احنا لما بنفكر ان احنا نتظاهر بنبقى مش مبسوطين، بس هو ده الحاجه الوحيده اللي قدامنا ان احنا نعملها، وخاصه ان احنا عمال نطالب بشفافيه في التحقيقات او خروج رامي او الافراج عن رامي. ايوه. ايه خطط التظاهر يعني اللي على بالكم او الاحتمالات اللي في بالكم؟ الحقيقه احنا في التظاهر دايما بنعلن عن المظاهره قبلها بشهر على الاقل، بحيث ان احنا ندي مساحه للناس، وبنحدد يوم يكون فيه الناس كلها فاضيه، وليكن السبت او الحد، بحيث الناس ما تبقاش مشغوله في شغلها، وبنحدد ان احنا نقف ساعه مثلا قدام لا اما البرلمان الاسترالي لا اما قدام السفاره المصريه،
وفي الحالتين هم قريبين جدا من بعض. يعني في الحالتين بالنسبه لسيدني قريبين جدا من بعض. احيانا بنعمل زي كده حركه، بنتمشى من السفاره للبرلمان، بنشيل البانرز بتاعتنا، بنمشي في منتهى السلميه، بنكلم الناس، بنقول بياناتنا او طلباتنا، بنقولها في ميكروفون، اكتر من حد بيطلع يتكلم، بيناشد الحكومه المصريه برضه بمنتهى السلميه والادب. يعني الناس اللي بتطلع المظاهره ما قصدهاش تخريب، ما قصدهاش انها تطالب بحاجه ضد الدوله المصريه، لان في فرق كبير جدا بين مصر كبلد او كدوله والنظام القائم. لكن هنعرض طلباتنا، وهنعرض مشاكلنا، وهنعرض كل الحاجات الموجوده، وخاصه ان موضوع رامي مستفز كتير، يعني مستفز كل حد بيحب يكتب حاجه، مستفز الصحفيين الاعلاميين، مستفز الناس اللي هم عندهم صفحات فيسبوك. دلوقتي بداوا يبقوا خايفين في مصر، لان انت بتتكلم في واحد بيكتب، يعني هو رامي الراجل ما عندوش جريده بيكتب فيها، رامي كل اللي يمتلكه صفحه فيسبوك وبيوثق كل اللي شغله. فبالتالي يعني الموضوع بقى صعب جدا انك انت تقبض على حد علشان بيتنفس عن طريق نافذه صغيره زي الفيسبوك. يعني بصراحه الموضوع يعني مقلق جدا كمان على المدى البعيد. يعني لو حضرتك اتفرجت لسه من يومين بالظبط، من يومين مرات شادي غزالي كانت طالعه تتكلم عن حبس جوزها، كان يعني منتهى الماساه بصراحه، منتهى الماساه. شادي غزالي يعني الست تتكلم ان طفح الكيل، ولازم الحكومه المصريه للامانه تاخد بالها من طفح الكيل، لان هم متخيلين ان هم اقوى من الناس، وده كلام مش مظبوط. ما ينفعش تعادي كل الناس ومتخيل انك انت بالطريقه دي بتحكمهم. لا لا، يعني بدايه انهيار اي دوله في الدنيا انك انت تبقى ديكتاتور وتبقى بتسوه او بتقمع، يعني في قمع وفي يعني الموضوع بقى صعب جدا 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 جدا. ايوه ده حقيقي. احنا ازاي دوله بنقعد على ترابيزه واحده في الامم المتحده ولا حقوق الاقليات ولا الموضوع، ما اعرفش احنا باي عين بنقعد ونتكلم ونمثل دوله بحجم مصر. يعني المفروض ان احنا نصلح مشاكلنا كويس جدا، خاصه في ملف الاقليات وملف الاقباط وملف الحقوقيين والصحفيين والاعلاميين. يعني المهزله اللي انت عاملها اليومين دول في انك الاعلام كله بس بيسبح بحمدك 24 ساعه والبلد كلها حلوه وما فيهاش مشكله. لا يمكن في بلد في الدنيا دي، سويسرا نفسها الاعلاميين بتاعتهم بيطلعوا ينتقدوا النظام. امريكا انت اكتر حد عارف الوضع شكله ازاي من الجمهوريين والديمقراطيين. استراليا العمال والاحرار ضد بعض على طول الخط، وكله بيعمل في مصلحه البلد، لان حتى الناس اللي بتنتقد دي هم دول اللي بيقوموا الحكومه الموجوده. مش 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 نقد من اجل الهدمه او 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 او، لو انت ما عندكش صوت معارض تسمعه علشان تصلح اجندتك وعلشان تشوف ادائك حد يقيمهولك، يبقى عندك مشكله حقيقيه. يبقى عندك مشكله حقيقيه. ايوه ده حقيقي. احنا كنا شفنا ايضا انه يعني نجيب جبرائيل كان ارسل رساله الى رئاسه الجمهوريه، وبكده على الاقل احنا عرفنا ان رئيس الجمهوريه على علم بما حدث. يا سيدي يعني بص يا استاذ هاني، يمكن انا اتكلمت مع حضرتك المره اللي فاتت في موضوع المستشار نجيب. يعني حضرتك اتعب نفسك شويه وبص في البيان مره كمان، انا عارف انك قريت البيان كويس جدا. ايوه هتلاقي كلمه يا سيدي بيقولها، يعني انت بتديها مثلا بامانه، انت هتتعب من كتر ما هتلاقيها متكرره. والحاجات دي نفسيا يعني بيبقى لها ريفليكشن، بيبقى لها انعكاسات غريبه. انا زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت، مفيش بيانات خدامين او بيانات منبطحه بتجيب نتائج محترمه. ده حقيقي. احنا مش بنشحت. انت بتطالب بحق راجل المفروض ان هو في دوله قانون ودوله تحترم حقوق البني ادم، المفروض ان في حريه تعبير، المفروض ان لما حد يطلع يكتب كلام على الفيسبوك او يطلع يتكلم في التلفزيون او يطلع يتكلم من خلال اي نافذه، ما ينفعش انك تقبض عليه وتبدا بقى تعدد له تهم واهيه جدا وجاهزه جدا. يعني هو دلوقتي اي حد هيتمسك، اي حد بيعرف يتوقع التهم الموجهه ليه، خلاص هم خمسه معروفين. لا اما انت بتستقبل تمويلات خارجيه، لا اما بتمول جماعه ارهابيه، انت بتثير الراي العام، انت بتنشر اخبار كاذبه، انت مش على فكره الحاجات دي كلها لما تبص فيها في الدستور يعني حاجات ما هياش موجوده كده بالصيغه دي. يعني بدا يحصل تاويل، زي حتى خليل لما قالوا له انت انضميت لجماعه اثاريه، وده كان لفظ زي ما حضرتك علقت المره اللي فاتت وقلت كان لفظ لسه كده يعني عاملين له صك جديد. ايوه
ما حدش كان ما كانش فاميليار فوكابيولري بالنسبه للناس حتى القانونيين مستحدث والناس نفسهم ما كانوش عارفين بالظبط. مستحدث. فطبعا ده وضع تهريجي بصراحه. يعني هو الراجل زمان طلع قال يا بخت عبد الناصر باعلامه، كان راجل محظوظ، وهو يبدو ان دي اجنده الراي، هو فعلا بيحسد عبد الناصر، فعلا استحوذوا على الاعلام. ايوه ده حقيقي بشكل مش طبيعي. انت ما عندكش صوت حاليا محايد او صوت محترم يطلع يقول ان في مشاكل عندنا، لا الناس كلها بقت تطلع بتتكلم في حاجه واحده بس، الرئيس عظيم، عندنا انجازات اللي بيشوفها اعمى، عندنا مش عارف ايه، ما عندناش حاجه خالص وحشه في البلد. ما عندناش مشاكل خالص بتطلع على الاعلام. يعني لولا بعض النوافذ الخارجيه والنوافذ الخاصه اللي حضرتك بتمثلها، تقريبا في قضايا ما حدش هيتكلم عنها اساسا. لو يعني انت بصيت لملف الحقوقيين على سبيل المثال، انت اللي بتطرحه، لكن لو انت جيت في التلفزيون في مصر عشان يطرح مشكله زي مشكله حقوقي او حد اتقبض عليه عشان كتب كلمتين على الفيسبوك، مش هتلاقي الكلام ده موجود اساسا. يعني ده حقيقي. كان هناك ايضا حاجات الحقوق في مؤتمر للشباب كمان يومين بعد بكره بالتحديد بتوقيت مصر، يبدا يوم 12، وكان في دعوات لشباب الاقباط ان هم يقاطعوا هذا المؤتمر اذا لم يتم الافراج عن رامي كامل قبلها، ايه رايك؟ بص يا استاذ، انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ هاني، احنا علشان هم برضو بيحوروا لنا الكلام وبيأولوا المصطلحات اللي احنا بنقولها على حسب اللي يتركز على اجندتهم بالنسبه للناس. يعني لما نقول نقاط يقول لك شوف دول بيخططوا لهدم الدوله، دول مش احنا يا سيدي مش هنخاطب الشباب انها تقاطع المؤتمر، ولكن على الاقل يعني احس ان المجموعه القبطيه او المجتمع القبطي كله منتظر فعلا شفافيه مش طبيعيه. احنا ذكرت مع حضرتك المره اللي فاتت، لا احنا بنعادي القانون، ولا احنا بندعي ان احنا فوق القانون، ولا بندعي ان رامي ده راجل عليه حق الفيتو خالص خالص خالص. رامي مدان، اطلعوا قولوا رامي مدان في 1 2 3 وفي ادله يا راجل. المحاميين خايفين يتكلموا، وده لو يدل على شيء يدل على رعب. يعني اذا كان المحامي نفسه اللي هو عنده سلطه وراجل خايف يتكلم وخايف يعبر عن اللي بيحصل جوه بالظبط، يعني خايف يعبر وعارف ان الموضوع كله مش في حيز القانون للامانه، لان محاكم امن الدوله طوارئ دي بتبقى سياديه جدا في التعاملات وفي التصرفات، لدرجه ان هو يحدد مين يدخل ومين ما يدخلش، ويحدد لك انت الجلسه الجايه مش بمزاج. يعني انت مش بتبقى اوير امتى هتبقى في جلسه اساسا، يعني او قعده او تحقيق او 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 لا، انت راجل بتبلغ قبلها بكام ساعه كده، اقول لك تعالى احضر احنا هنطلعه بعد كام ساعه نكمل معاه تحقيق. الغريب برضو والمدهش والمش مفهوم ان تحقيقات رامي ما بتحصلش كلها كده، يعني ما بتحصلش يعني ريجولار بيسز، لا يعني في حاجه مش يعني رامي بيتحدد له على يعني بهواهم، لما يعني بيحبوا يطلعوه بيطلعوه برضو، هل ده قانوني ولا هل ده مستساغ ولا هل ده مقبول بالنسبه للناس؟ برضه مش بالنسبه لنا احنا، ما اعرفش. اعتقد ان هم لازم يبقوا في شفافيه بالملف ده. اما بالنسبه لمؤتمر الشباب، شبابنا الاقباط عايزين يحضروا ويمثلوا الصوت القبطي داخل المؤتمر، في اكثر من رائع، ودي بلدنا اللي احنا بنحبها وما اختلفناش، لكن احنا بنعبر عن حزننا زي ما قلت مع حضرتك المره اللي فاتت، زينا زي اي حد موجود، زياد العليمي زي علاء عفت، احنا بنعبر عن رامي حاليا. رامي بصرف النظر ان هو قبطي هو مصري، برضه محبوس على نفس القصص دي من القضايا. يعني راجل كان مهتم بتوثيق اضطهاد الاقليات او اللي بيحصل في الكنائس والاديور الاثريه او اللي بيحصل من مطاردات امنيه في بعض الامور او هدم كنائس اثريه يعني علشان يبنوا اماكن سياحيه مكانها او للاستثمار او 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 كل ده كويس، لكن رامي كان ده ملف. يعني هي دي، هل دي تهمه رامي؟ يعرفونا هل الموضوع كله بيتمثل، ولا رامي عنده قضايا احنا ما نعرفش عنها حاجه؟ ده حقيقي. طب ما نعرفش عنها حاجه من حضرتك، تحب تضيف اي شيء اخر؟ لا خالص ثاني، بس كل ما في الامر ان بامانه احنا الشفافيه هتحل. انا ما اعرفش يعني لو طلع حد مثلا يتكلم، هل هم شايفين ان الصوت القبطي ده ملوش اي لازمه، يعني لدرجه ان هم الناس دي عمال بتصرخ وبتعلي صوتها ومحدش راضي يسال فيها؟ ما تطلع، اطلع اتكلم مع الناس، اطلع ابعت حد من النيابه يطلع يتكلم ان قضيه رامي فيها ملابسات الناس ما تعرفهاش، 1 2 3 عندنا ادله ضده وبتجينه.
هل احنا لما يكون في حاجه بتدير رامي هنطلع نقول لا احنا ضد القانون ولازم رامي برضه يطلع؟ هل ده شيء ريزونبل يعني؟ ولا هنحترم القانون ونسكت؟ لكن الراجل اتاخد من بيته كل تهمته انه عنده صفحه على الفيسبوك صفحته اتقفلت وانس ان هو اتقبض عليها وبعدها بكام ساعه صفحته اتقفلت. مش احنا مش فاهمين حاجه، احنا مش فاهمين حاجه. ايوه عموما احنا هنتابع مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين خصوصا الجهود اللي انتم بتقوموا بيها في استراليا، وهنشوف تطورات هذا الموضوع سواء من داخل مصر والتحقيقات والافراج عن رامي كامل او الجهود اللي بتقوموا بيها في استراليا. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ محفوظ ماكسيموس من الحركه القبطيه باستراليا. معنا ايضا في هذا الشان الاستاذ ابرام مقار من جريده جود نيوز بكندا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ هاني ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في الاول احب ان انا اهنئكم على العيد السنوي السادس لجريدتكم، ويعني جريدتكم بالضبط زي اقوالكم كلكم على الهوى معايا امام العالم كله، دايما بتتسم بالمصداقية وقول الحق بدون أي مجاملة وبدون أي مواربة. بشكرك جدا يا أستاذ هاني، بشكرك على التهنئة. والحقيقة طبعا أنا سعيد بأن احنا وصلنا للعام السادس، لأن طبعا جريدة جود نيوز حضرتك عارف أنها تصدر مؤسسة غير ربحية، ومؤسسة غير ربحية حتى ما تاخدش تشاريتي، فاحنا مطالبين دايما أن احنا نطلع منتج حاجة كويسة وتغطي تكلفتها بنفسها، وده سر النجاح اللي فيها. وطبعا الاستمراريه لما بتكون مع عمل معظمه تطوعي بيبقى شيء جميل، لان احنا للسنه الثالثه ونشكر ربنا احنا قادرين نبقى موجودين، وموجودين كجريده ورقيه وموجودين كموقع الكتروني. وطبعا الجديد السنه دي ان احنا كمان فكره المؤسسيه اللي حافظنا عليها من اول يوم للجريده لسه موجوده، كل شويه العدد بيزيد. احنا الاحتفال اللي اتعمل ده انا ما اشتغلتش فيه، في ناس كتيره كانت شغال فيه، ففكره ان في مؤسسيه البورد بيكبر، عدد الكتاب بيكبر، عدد الصحفيين اللي شغالين معانا في مصر بيكبر، وده اللي احنا دايما هدفنا يبقى موجود في كل المنظمات، ان احنا نبقى عمل مؤسسي بيزداد مع الوقت ويبقى ليه وجود في وسط الناس، وده شيء مهم جدا بدون ما يتحالف، بدون ما يغير مبادئه، يعني بدون ما نسمع الناس الكلام اللي عايزه تسمعه. لا احنا نبقى ايكون للناس وكلنا بنعلم بعض وكلنا بنوعي بعض. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. عوده لموضوع رامي كامل اللي احنا كنا عارفين عن نشاطه داخل مصر، يعني رامي كامل كان قام بالكثير من الجهد في يعني ترشيح الكثير من الاقباط وساعدهم على دخولهم مجلس النواب، تقريبا 24 نائب قبطي، لكن للاسف ما فيش غير اتنين تلاتة هم اللي طلعوا وتعاطفوا معاه ودافعوا عنه واتكلموا عنه. الحقيقة احنا حاليا عامة بنعيش مرحلة سيئة جدا على ساحة، يعني على صعيد القيم والمبادئ والاخلاق. معظم الناس اللي فقدت عينيها وفقدت ارواحها وفقدت حياتها في 25 يناير مثلا، هي مختفية تماما عن المشهد وملاش اي وجود، بل بالعكس بيتشهر فيها. معظم الناس الاقباط اللي زي رامي اللي اوريدي دفعوا عن وجود قبطي وكوتا قبطية على مدى سنين طويله، هم اوريدي اللي دلوقتي اللي هو في السجن، واللي دفع عنهم دول اللي هم اوريدي دخلوا البرلمان بسبب مجهود رامي على مدى سنين طويله، لم يتحرك في معظمهم، يعني باستثناء الاستاذه ناديه، باستثناء ناديه هنري او اسم تاني ممكن، ما فيش حد دفع عنه تماما. فاحنا للاسف يعني انا مش عارف الحقيقه ان الناس دي ازاي بتصمد مع اللي بيحصل ده. الكوتا القبطيه اللي دخلت عدد من الاقباط ما دخلوش تقريبا من النصف الاول في القرن العشرين، يرجع ليهم الفضل لمجهود واحد زي رامي كامل، وهو طلب الحاجه دي لغيره، ما طلبهاش حتى لنفسه. فانا مش عارف كيف يجرؤ، يعني كيف ينظر لهؤلاء الى انفسهم على حاله الصمت دي. يعني حتى بنتكلم على صعيد القيم، على صعيد المبادئ، مش بنطالبهم بقضيه قبطيه وانهم بيدخلوا معانا وانهم كان المفروض يبقوا ممثلين الاقباط، لا ده احنا بنطالبهم مبادئ، اقل المبادئ ان الناس اللي دخلتك في المكان اللي انت موجود فيه عشان تمثلهم، انت مش بس ما بتمثلهمش، ده انت كمان بتتجاهل طاقاتهم. ايوه ده حقيقي. واذا كان اللي معاه حصانه خايف وساكت
فما بالكم بالمواطن العادي؟ هو طبعا يعني طبعا هو موضوع رامي يوم للتخويف، يعني هو زي ما حضرتك شفت حتى اللي معاه حصانه ما بيتكلمش. هو طبعا هو انا اعتقد ان احنا بنعيش اجواء مزبيرويه ثانيه، اللي هو فكره على الاقباط ان يصمتوا، اللي خلاص احنا مش عايزين حد يتكلم. حضرتك عارف ان في ناس هم اللي يمكن عددهم اقل، يعني عدد اصابع اليد، اللي هم بيتكلموا من جوه مصر وبيتكلموا بدون خطوط حمراء وبدون ترتيبات امنيه وبيتكلموا بيدافعوا فعلا عن قضيه حقيقيه بدون اي ترتيبات وبدون ما يبقى عندهم اي اجندات. رامي كان واحد منهم، فهو دلوقتي بيجري محاولات التخويف. خلاص الناس دي المفروض تسكت، ويبدو ان احنا المفروض علينا حاليا ان احنا نرجع لاجواء النصف الاول من القرن ال 12، اللي هو بقى البطرك في حضره الحاكم وصلوات القدسات يحط في اجزاء للحاكم والرئاسات، الرئاسه والحاكم هو اللي اختار الرئاسات الدينيه في الكنيسه، اجواء بقى المعز لدين الله الفاطمي. ففي محاوله لكده خلاص، وان ما حدش يفتح بقه ونقبل بقى اللي موجود لينا من ولي النعم. ايوه ده حقيقي. كان هناك ايضا يعني كمان يوم او يومين في مصر، بالتحديد يوم 12 ديسمبر الجاري، مؤتمر الشباب العالمي تحت اشراف رئاسة الجمهورية بحضور شباب من العالم كله، واكيد شباب من مصر يعني هيكون معاهم شباب من الاقباط. هناك دعوات لمقاطعة هذا المؤتمر من شباب الاقباط، وهناك دعوات ليهم اذا حد من شباب الاقباط راحوا يرفع صورة رامي. ايه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ كل ده حراك سلمي، يعني كل ده حراك سلمي عاقل ومحترم ويحترم من الجميع. كون بقى ان حد لا يحترمه ده لما ده حراك سلمي. في العالم كله في حاجه اسمها حراك سلمي، في تظاهرات، في رفع صور، في مقاطعه، كل ده حراك سلمي. وطالما في الاخر هو عمل سلمي لا يستطيع احد ان يدينه، بل على الجميع ان يحترمه. فطبعا اي شيء على سبيل الحراك السلمي هو شيء احنا بندعمه، لانه الحقيقه وده يمكن احنا نخلينا في الفتره الحاليه احنا في مناشدات طلعت للرئاسه وللحكومه وللعقلاء في هذا الوطن، انه يعني موضوع رامي ده ما ينفعش يطول اكتر من كده. لكن الحقيقه لو فضل الوضع على ما هو عليه هنبتدي ندخل في حراك سلمي في الخارج، لانه اي شيء يدعو لحراك سلمي لافراج عن شخص جريء احنا نفسنا غير مش عارفين ايه الاتهامات الموجهه ضده. وطبعا حتى لو قلت انه متهم انه مهتم بجماعات ارهابيه، يعني شخص لم يفعل شيء في حياته غير انه يحارب جماعه اخوان المسلمين، هل يتم اتهامه انه مهتم بجماعه اخوان المسلمين؟ يعني حتى اتهامات العقل لا يقبلها. فالحقيقه اي حراك سلمي ده شيء مهم، وقوه الاقباط في حراكهم السلمي. يعني على فكره اللي بيلعب اصل النقطه دي لعبه بالنار. انت ممكن النهارده تاخد رامي تحطه في السجن وتتوقع ان انت قضيت على القضيه القبطيه وهتخلي الكل ينخرط، ولكن انت خلقت ايقون في السجن. يعني مانديلا غير مجتمعه لما دخل السجن، انت بتطلع ايقونات وبتطلع قاده. ففي لعبه بالنار، لانه تجربه رامي وانه شخص مسالم ولم يفعل اي شيء في حياته. انا دايما اقول ان بلده ما ادتوش اي حاجه، ومع ذلك هو ما طلبش شيء لنفسه، طلب شيء للاخرين. فتجربه رامي ممكن تطلع رامي زعيم وتطلع ايقونه وتخلق كوادر وتخلق افكار حراك سلمي، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي الناس تروح ترفع صور او ناس تقاطع. هي دي الفكره، ان الفكره ان الحاجات دي لعبه بالنار، لانه الافراط في ظلم الناس ده شيء احيانا بيجيب نتيجه عكسيه، ويتحول رامي الزعيم ويتحول بقى يفكر الاقباط في حلول في اجراءات سلميه وحراك سلمي على بقى على غرار كل ما فعله كل الاقليات المضطهده في العالم كله، نتيجه انهم غيروا الوضع اللي هم موجودين فيه. ايوه ده حقيقي. احنا كنا شفنا ايضا لما اتقبض على صحفيين من موقع مدى مصر، كان شادي زلطة والعديد من زملائه العاملين في هذا الموقع، ولما تدخلت يعني وسائل الاعلام الخارجية في امريكا وفي اوروبا تم الافراج عنهم كلهم بعد ساعات، لكن يبدو ان الدولة ما عملتش نفس الموضوع بالنسبة لرامي كامل. هو الحقيقه اللي حضرتك بتقوله ده بقى اكبر دليل ان احنا دفعنا عن رامي كامل لم يكن دفاع ابدا بشكل طائفي. وطبعا زي ما بنقول دايما احنا كل الناس الليبراليين في السجون نتمنى يخرجوا، نتمنى يخرج علاء عبد الفتاح وزياد العليمي وشادي الغزالي حرب، نتمنى كل دول يخرجوا ويخرج معاهم رامي. لكن احنا ليه بندافع عن رامي؟ لانه الحقيقه الصحفيين يجدوا من يدافع عنه، الليبراليين يجدوا من يدافع عنه، دعاه حقوق الانسان يجدوا في العالم اجمع من يدافع عنه، انما الحقيقه القضيه القبطيه لا تجد من يدافع عنها.
فاحنا الحقيقه رامي هو اكتر اكتر اضعف شخص في الموجودين في الكون ده، احنا لازم كلنا نقف معاه. فهي دي الفكره اللي بتخلينا ندافع على رامي اكتر، مش لاي بعد طائفي ولا لاي، احنا نتمنى كل اللي ذكرنا اسمهم دول يخرجوا، ودول اخواتنا واصحابنا، واحنا يعني الناس دي احنا ما نتمناش يبقى في اي مظلوم واحد في السجن، لكن دفاعنا عن رامي لان زي ما حضرتك قلت الصحفيين خرجوا بعد ساعات للاسف، حتى في الاعفاءات الناس اللي بتطلع في الاعفاءات الرئاسيه بيكون فيهم ناس اوريدي متورطين في عنف، وانا ما اعرفش هم ازاي بيخرجوا وشبابنا ليه يفضل في السجون. فاحنا بندافع عن رامي نتيجه ان رامي لا يجب من يدافع عنه، ده اللي بيخلينا نزيد من عملنا تجاه رامي كامل. ايوه ده حقيقي. هل حضرتك تحب تضيف اي شيء اخر؟ يعني الحقيقه اتمنى ان هذا الكابوس ينتهي، وان فكره الحقيقه شخص يكتب كلمات على تويتر او فيسبوك يدفع ثمنها. يعني انا اتمنى ان الدوله تمسك اللي بيهرب بمليارات او بملايين او فاسد، هم دول الاهم ان احنا نقبض عليهم، مش شخص يكتب بضع كلمات سواء على تويتر او على فيسبوك. الدوله اللي بتدي مساحه من الحريات لشبابها يطلع منها مبدعين ومبتكرين، فاقل درجه للوطنيه وحب البلد دي ان احنا نساعد الشباب ده ان يتحرر وان يعبر عن افكاره بحريه، ومفيش فكره ابدا وقعت دوله. اكيد اكيد. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ ابراهيم مقار من جريده جود نيوز من كندا. في فتره تعديل الدستور قام ايضا رامي كامل بجهد كبير ل ده كان ايام اول تعديل للدستور، وكان له جهد ايضا في هذا الموضوع، وكان له ايضا جهد اكبر ومعه اخرين ساعدوا في قرار الكوتا في الدستور المصري. توج هذا بمؤتمر سونيستا الشهير والذي حضره وجهاء العمل القبطي والشخصيات العامه من كل اتجاه لاقرار حق يعطي في المراحل النهائية للفئات التي تعرضت للتهميش في أوطانها لفترات طويلة من الزمن. هذا المؤتمر اللي أسفر عن وصول 24 نائب داخل مجلس النواب، وشجع المواطن القبطي على انتخاب دوائر كاملة فاز فيها مسيحيين، ولازم نقول أساميهم علشان فرصة إن احنا نعرف مين اللي كان يستحق وقفنا جنبهم، مين اللي كان يستحق انتخابه ومين اللي لم يكن يستحق انتخابه. الناس اللي اختفت وسكتت في أزمة رامي كامل من قطاع جنوب ووسط الصعيد: عماد جاد، منى منير، رزق، أشرف عزيز، اسكندر، ميرفت ميشيل، ميرفت موسى حنا، مجدي ملك، ماكسيموس، إليزابيث عبد المسيح شاكر، منال ماهر عازر، ماجد أديب فهيم. ومن قطاع وسط وشمال القاهرة: نادية هنري بشارة، مارجريت عازر عبد الملك، سامية كمال رفلة، هاني نجيب فوزي، أماني عزيز رياض، ميرفت حنا بطرس، ميرفت فخري توفيق جبرائيل، سماح سعد، هالة جبرائيل، ميرفت كسان أسعد، سيلفيا نبيل سيدهم. أما عن قطاع شرق القناة وسيناء: أمال رزق الله ميخائيل، فايقة فهيم إبراهيم، إيفيلين متى بطرس غالي. ومن قطاع غرب منطقة الإسكندرية ومطروح: رضا نصيف إبراهيم، وإنجي مراد منير، وسوزي عدلي ناشد. وعن الفائزون بنظام الفردي كانوا 12 قبطي: سمير غطاس دائرة مدينة نصر، جون طلعت دائرة شبرا ورود الفرج، إبراهيم آسف إيهاب الطماوي دائرة شبرا ورود الفرج، عصام فاروق دائرة مصر القديمة والمنيل، منى جبلة دايرة منشية ناصر والجمالية، نبيل بولس دايرة باب الشعرية والمسكي، ثروت بخيت دايرة عين شمس، يسري نجيب مهنة الأسيوطي دايرة عين شمس، إيليا ثروت باسيلي دايرة مدينة السلام والنهضة. كان هناك أيضا أقباط فازوا بالمرحلة الأولى التي جرت في الصعيد والإسكندرية، فاز فيها ثلاثة أقباط: إيهاب منصور دايرة العمرانية بالجيزة، شريف نادي موسى دائرة ملاوي بالمنيا، تدرس قلدس دائرة بندر أسيوط بأسيوط. كل هذا العدد وكل هذه الأسماء ما ظهرش منهم غير اتنين تلاتة اتكلموا في موضوع رامي كامل، والباقي سكت، الباقي مختفي.
بالرغم من الناس دول معاهم حصانة، قارنوا بينهم وقارنوا بين المستشار مرتضى منصور، سايب أو أطلق للسانه العنان، بيقول وبيجيب في سيرة أي حد بلا ضابط وبلا رقيب بيستغل حصانته في مجلس النواب. لكن كل الأسماء اللي ذكرتها أمام حضراتكم مفيش غير اتنين تلاتة هما اللي اتكلموا دفاعا عن رامي كامل، بينما الباقيين أول مرة نسمع أساميهم وما شفناش ليهم أي كلام أو أي حراك سياسي داخل البرلمان علشان حتى يبعتوا يعني لفت نظر ولا استجواب لوزير الداخلية عن الإجراءات اللي تمت مع أخونا رامي كامل. هذا العدد من النواب الأقباط يعني وصل أغلبهم بسبب الجهد الذي بذله رامي كامل وآخرين لأجل تمثيل للأقباط، يستطيع الالتحاق بقضايا الوطن وأيضا لعرض قضايا الأقباط في البرلمان. طبعا كل دول زي ما قلت لحضراتكم مختفيين الآن ومحدش عارف أو سمع إيه تحركاتهم، إلا هم اتنين تلاتة هم اللي اتكلموا، منهم نادية هنري اللي كتبت وقالت: عجزي وتقصيري وانسحابي وصمتي إضعاف صوتي كنائب للشعب الذي منحني ومنح نوابه حصانة الكلمة للدفاع عنهم والمطالبة بحقوق الفئات المستضعفة ومحاسبة الحكومة في تقصيرها، وأن أكون صوت لمن لا يملك الصوت جعل الشعب الذي لا يملك حصانة الكلمة أن يخرج عن صمته مطالبا بحقوقه وحقوق الفئات المستضعفة، وفي المقابل يتم القبض عليهم. الناس اللي معاهم حصانة ما اتكلموش، واللي ما معاهمش حصانة اتكلموا فاتقبض عليهم. ده ملخص قضية رامي كامل، سواء بنشاطه أو بعجز وصمت النواب الأقباط. ألوم كل النواب مش بس النواب الأقباط، لأن رامي كامل في المقام الأول مواطن مصري مارس حقه في الكتابة والتعبير عن رأيه بدون خرق أي قانون. هنري كتبت أيضا وقالت: صمت من منح حصانة الكلمة، فتكلم من ليس له حصانة فسجن. صمت من منح حصانة الكلمة، فتكلم من ليس له حصانة فسجن. ده اللي حصل مع رامي كامل. رامي كامل أيضا هناك زي ما قلت لحضراتكم في يوم 12 ديسمبر الجاري، يوم أو يومين، مؤتمر الشباب العالمي تحت إشراف رئاسة الجمهورية. ولما نقول رئاسة الجمهورية محدش يقول لي ما يعرفش نجيب جبرائيل بعت له بيان. نجيب جبرائيل كتب جواب وراح سلمه بنفسه إلى رئيس الجمهورية، تمثيلية مش تمثيلية، بشو إعلامي استعراض دخول في الزحمة علشان يشتهر وسط مشكلة رامي كامل. لكن في النهاية هو راح سلم جواب لرئاسة الجمهورية. إذن رئيس الجمهورية يعلم ما حدث، وبالتالي نقدر إن احنا نوجه له كلام. في 12 ديسمبر الجاري سيبدأ مؤتمر الشباب العالمي تحت إشراف رئيس الجمهورية بحضور شباب أقباط، والعديد بيتساءلوا إذا كان الشباب الأقباط هيحضروا ولا هيقطعوه، واللي هيروحوا هيرفعوا صورة رامي كامل ولا هيعملوا زي أبطال السوشيال ميديا من نشطاء ومحامين اللي محدش يجرؤ إن هو يتكلم ويدافع بقلب زي ما بدأ في البداية دفاعه عن رامي كامل، ولا هنشوف أقباط شباب رايحين بس علشان يزينوا الصورة وعلشان يقولوا أن كان هناك شباب أقباط شاركوا في هذا المؤتمر. طبعا الإعلام القبطي من داخل مصر إيديكم منهم والقبر، مفيش حد فيهم عايز يفسد هذه اللحظة السعيدة لمؤتمر الشباب العالمي تحت رعاية رئيس الجمهورية، زي ما عملوا من سنة بالظبط كانت مع حادث دير الأنبا صموئيل الثانية، ومنعوا إذاعة الصور والفيديوهات للشهداء الأقباط. ليه؟ لكي يضمنوا نجاح مؤتمر الشباب العالمي الأول
وبعد كده يتكلموا عن مشاكل الأقباط. أنا ما بتكلمش على قنوات وإعلام الدولة، أنا بتكلم على قنوات وإعلام الأقباط من داخل مصر اللي تم تأميمها وتم تسييسها لخدمة مؤسسات الدولة وليس لخدمة الأقباط. زي ما ذكرت منذ عدة دقائق أنه حدث انزعاج أمريكي بعد القبض على شادي زلطة وصحفيين من موقع مدى مصر. العفو الدولية طلبت السلطات المصرية بعدم التعرض للصحفيين ومغادرة المقر فورا. احنا هنا بنقينا نتكلم على أمر ضد السيادة المصرية. منظمة العفو الدولية بتأمر قوات الأمن المصرية بمغادرة المقر فورا، وحصل وتم الإفراج عن الصحفيين بعدها بأربع ساعات، وشادي زلطة تم الإفراج عنه تاني يوم. صحيفة نيويورك تايمز أيضا تدخلت في هذه المشكلة. رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكية أدان القبض على صحفيين، وبعدها أطلقت السلطات المصرية كل الصحفيين نزولا على الضغط اللي جالها من الإعلام الغربي من خارج مصر. لكن كل ده لم يتم لكي تقوم الدولة بالإفراج عن رامي كامل، بل أكتر من ذلك لسه مش متأكدين من التهم. يدوبك تجرأ المحامين واتكلموا عن رقم القضية من حوالي 3-4 أيام، كانوا رافضين يطلعوا أي معلومات. دلوقتي ما احناش متأكدين من التهم وكذلك الإجراءات والجلسات القادمة للتحقيق، لكن ده كان الفرق بين ناس قامت بضغط سريع فوري حاسم وبين ناس تانية لسه بتفضل أن تلتزم الصمت، خصوصا من نواب محسوبين على الأقباط. هذا الموضوع سنستمر عرضه أكيد في الحلقات القادمة، فسنتقابل يوم الجمعة القادم في نفس الميعاد.